السلام عليكم، معكم حمزة حجي لاعب فريق المغرب التطواني. هذه لا فيديو هذه كنهديها لقناة شوف تي في. كنظن في ظل هذه الأزمة اللي كنمروا منها واللي كتمر منها بلادنا ديال هذا الوباء، فيروس كورونا ولا كوفيد 19، كنتمنى من جميع المغاربة أنهم المزيد من الصرامة ومزيد من الحزم باش نحسموا في الأمر ديالنا، لأننا كنمروا في المرحلة الثالثة ديال هذا الوباء اللي هي مرحلة حساسة وحاسمة. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أننا ندوزوها بسلام بتضافر الجهود ديال جميع المغاربة. بقاو في ديوركم، نبقاو في ديورنا باش نحميو راسنا، نحميو وليداتنا، ونحميو العائلات ديالنا، ونحميو البلد ديالنا العزيز. وبهذه المناسبة كنختار الفرصة لأننا اليوم كنطفيو الشمعة ديال الشمعة الثامنة ديال الأميرة ديالي لالا خوي ديجا، حتى هي بغات تقول واحد الكلمة في حق هاد في ظل هاد الأزمة هادي ديال هاد الجائحة ديال كورونا ديال كوفيد 19، وكنخليها هي معاكم. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du coronavirus. La pandémie de Covid-19 est la plus grande crise humanitaire à laquelle nous faisons face. Nous pouvons affronter cette pandémie et la faire reculer grâce à les étapes suivantes, de rester à la maison et de faire la préventation. Puisque je vous fais cette vidéo, je voudrais bien chanter une mini chanson que je vais la commencer tout de suite. صوت الملك ينادي بلسانك يا مغرب، فرحي يا أرض بلادي عمر شمسك تغيب. صوت الملك ينادي بلسانك يا مغرب، فرحي يا أرض بلادي عمر شمسك تغيب. موعدنا لازم يكمل خليك في الدار تصيب، موعدنا لازم يكمل خليك في الدار تصيب.